شباب شايف معايا كويس؟ معلش سيب بقى اللي في ايدك كده وبص معايا كده. هنتكلم عن شويه حاجات في الفونكس كده في الايه في النطق. طبعا احنا عارفين ان احنا كل لتر بيكون ليه نيم ويكون ليه ساوند، يكون ليه نيم وليه ايه ساوند، بيكون ليه اسم وليه صوت. هاو ميني فاولز؟ 5 فاولز. هاو ميني فاولز؟ 5 فاولز. عندنا خمس اصوات متحركه اللي هما A E I O U A E I O U A E I O U. كل واحد من الفاولز الخمسة دول ليه short ولونج، short vowel ولونج vowel. ده ليه صوت وده ليه صوت. أحلى حاجة في اللونج vowels الأصوات الطويلة إن هي بتتنطق زي اسم الحرف. يعني مثلا long A انطقها A، long E انطقها E، long I انطقها I، long O انطقها O، long U انطقها U. دي بس اللي مختلف، long U بنطقها U، بنطقها U. جميل. هندرس الشورت واللونج دول مع بعض. تعال الاول نشوف الشورت A بتتنطق ازاي. شورت A دي تتنطق لما تكون A في اول الكلمة وبعدها ساكن زي apple and. لما تكون between two consonants ومفيش E في الاخر، يعني بين حرفين ساكنين ومفيش E في الاخر زي كلمة cat. كلمة cat ياك. شايف التور ده اسمه ايه؟ ياك. اهو بص في اول الكلمة هنا and اكس. اكس ممكن تتكتب كده وممكن اخرها ايه، الاثنين صح. شفت هنا قلت نطقت كله مفيش اي خالص. اكس انت كات ياك. تعالى ادربك على حاجه اسمها ايه؟ لينكينج. حاجه اسمها ايه؟ لينكينج. ان انت لما تيجي تقرا جمله توصل الكلام في بعضه. يعني مثلا الجمله اللي قدامي دي مش هقول اي سي ان انت and an axe. لا مش عايز كده. بص هنوصل في بعضه ازاي. ركز معايا كويس عشان عايز الناس تفهم موضوع اللينكينج ده كويس، وهيساعدك قوي في القراءه ان انت يبقى الريدنج بتاعك حلو. بص كده I see ya. بص سي مع ادي هقول I see ya. قول كده حلو. طب ان انت لا عايز اوصل الان مع الاي يبقى اي سي ان انت. والتي مع الاي اللي بعديها تبقى تا. اي سي ان انت اي سي ان انت اند. دي الدي دي بناكلها. يبقى بص الان هتبقى بعديها اي يبقى اي سي ان انت انا. I see an antenna. I see an antenna. Yes. في الN والA يبقى نا. يبقى I see an antenna next. I see an antenna. أنا ناس إيه بس دلوقتي؟ أنا next. أنا next. I see an antenna next. I see an antenna. طيب شوف نفسك كده. لما تيجي تقول I see an ant and an axe دي ولا I see an ant and an axe؟ I see an ant. Yes, I see an ant and an axe. I see an ant. شفت اللينكينج بيخليك تقرا ايه؟ حلو، اوكي؟ احنا قلنا أول حاجة أخدناها كانت شورت A وقلنا بتتنطق وقلنا بتيجي في كام حالة؟ حالتين. تيجي في كام حالة؟ حالتين. لما A تيجي في أول الكلمة وبعدها consonant ساكن زي apple and axe، أوكي؟ قلنا كمان حالة لما الـ A بتيجي between two consonants بين حرفين ساكنين زي cat
ماب طب ناخد الاي بقى، شورت اي بتتنطق ايه؟ بتتنطق ايه، وبتيجي في حالتين زي الاي بالظبط. الاي تبقى في اول الكلمه، الاي تبقى في اول، بس بشرط اللي بعدها يكون حرف ساكن كونسونانت. هنا اقولها ايه، اقولها ايه يعني مثلا هنا اقول ايج، اقول ايه ايج. قبل كده كانوا بيقولوا انا اقوله ايج، لا اي دي صوت الاي، الاي صوت مين؟ اي. لكن الاي صوتها ايه، كانك بتقول لحد ايه ايج، تقول ايه ايج. والفيل اسمه ايه؟ إليفانت ولا إليفانت؟ إليفانت، عشان بتبدأ بالإي والإي صوتها إيه؟ إليفانت. المهندس اسمه إيه؟ 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 إنجينير اسمه إيه؟ إنجينير. يبقى أول حالة أهو تنطق الإي إيه؟ شورت إي، لما تلاقي الإي في أول الكلمة بس بعدها إيه؟ كونسونانت ساكن، كونسونانت ساكن. يبقى تقول إيج، elephant, engineer. دي الاي في اول الكلمه. الاي between two consonants بين حرفين ساكنين زي هنا، بس بشرط ما يكونش اي في الاخر. ويب، can I say whip؟ No، فعش اقول ويب بقى. ويب، vet، ten. يبقى دي short اي. ارجع لك تاني، قلنا short اي تتنطق اه، شورت اي بتتنطق شورت اي ايه ايه، شورت اي بتتنطق ايه يس. يبقى انا عندي شورت اي شورت اي قلنا بتيجي في كم حاله؟ اتنين، لما لتر اي يكون في اول الكلمه وبعده ساكن. ابل، انت، اكس، والحاله الثانيه لما لتر اي يكون بتوين تو consonants يعني بين حرفين ساكنين، بين حرفين ساكنين زي cat، bag، map. اقول او ما قلتش كيت ولا big، لا cat، bag. قلنا الحالة المرة الثانية هناخد شورت اي وقلنا صوتها ايه، ايه صوتها ايه. امتى بلاقي شورت اي دي يا شباب؟ لما الاي تكون في اول الكلمة وبعدها ساكن consonant زي egg، elephant، okay، engineer. وبرضو لما الاي تبقى between two consonants بين حرفين ساكنين بس ما فيش في الاخر اي، ما فيش في الاخر اي زي ايه؟ web، vet، ten. انت عارف لو جيت تقرا دي وقلت لي tin مثلا، tin تبقى بالاي تي اي ان ومعناها علبة صفير. يبقى انا اقول لك عد لي دول مثلا وبعدين تعد 1 2 3 10 10 يعني 10؟ نو، 10 10 يعني ايه؟ 10. لكن 10 دي بالاي يعني علبة صفير. لو انا قلت لك القلم الجاف اسمه ايه؟ بن، لكن الدبوس اسمه بن. يبقى بن دي بالاي، الاي صوتها ايه والاي صوتها ايه. دي الشورت اي اللي احنا هناخدها حالا اهو، احنا لسه واخدين شورت اي وشورت اي. ناخد الشورت اي كمان، شورت اي صوتها ايه، ايه صوتها ايه اهو. كم حاله؟ اتنين زي الاي والاي. حد يعرف يقول لي بقى الشورت اي نفس حالات الشورت اي والشورت اي؟ يبقى اول حاله للشورت اي ايه؟ قول يا رحمه. ان اي تبقى في اول الكلمه وبعدها حرف ايه ساكن زي ايه؟ انك، ان. ادي اول حاله للشورت اي صوتها ايه لما الاي تبقى في اول الكلمه وبعدها ساكن، انك، ان. والحاله الثانيه اكسلنت، لما تكون بتوين تو كونسونانتس بين حرفين ساكنين ومفيش في الاخر اي، ومفيش في الاخر اي، لان الاي تي هناخدها لما نيجي ندرس اللونج فاولز، الاصوات الطويله بتغير النطق خالص. يعني مثلا لو انا جيت هنا قلت اقرا دي يا باشا كان، لكن لو عملت كده بقى اسمها كين، بقى اسمها ايه؟
كين. دي اسمها ماجيك اي، الاي السحرية بتغير النطق خالص. عشان كده بقول لك الاي تبقى between two consonants وما فيش في الاخر اي، لان هنا اهو الاي بين حرفين ساكنين بس في اي، هتغير النطق. بص كده، ها هات، لكن كده هيت. دي حاجة ودي حاجة تانية، دي شورت ودي لونج، دي شورت ودي ايه؟ يبقى الشورت ايه صوته ا واللونج ايه صوته ايه زي اسمه. هناخد اللونج المرة الجاية، المرة دي بدرس الشورت بس. خدت شورت ايه وقلت صوتها ا، خدت شورت ايه وقلت صوتها ايه ايه، خدت شورت اي ايه وصوتها ايه، صوتها قلنا لما الاي تبقى في اول الكلمه وبعدها ساكن ومفيش اي في الاخر زي انك وان، وزي الباشا ما قال لي ان الاي تبقى في نص الايه الحرفين الساكنين بس مفيش اي في الاخر زي كلمه هيب، كلمه ايه زيب. اهي الكلمات دي كده اي اي، ان انك هيب زيب. يبقى ده شورت اي، بعديه شورت او، هو الحرف او هتقول اسمه او، مفيش حاجه اسمها او، اسمها او او، ما بقى يعني مفيش حرف اسمه او او. شورت او، مين يقول لي حالات الشورت او قبل ما نقولها؟ زي الاي والاي والاي. ها جودي، لما الاو تبقى فين؟ الحالة الأولى للأو، الأو تكون في أول الكلمة بس بشرط اللي بعدها يكون ساكن وما فيش في الآخر إي. هنا نقولها أه، نقولها إيه؟ Thank you Jude. أه خلي بالك عشان ما نقولش إيه، ما نقولش مثلا أوكس، نقول أكس، نقول إيه؟ أكس. الأخطبوط اسمه إيه؟ إحنا كنا بنقوله أكتوباس، لا قول أكتوباس. الاو صوتها اه اه، صوتها ايه؟ اه. يبقى بفتحها شويه كده، نقول ازاي بقى؟ بص اوكس اوكس، البرتقال اورنج اورنج اورنج، يبقى ما اقولش اورنج واوكس، اورنج اوكس عسل. طيب في الحاله الثانيه بقى، احنا قلنا الاو في اول الكلمه زي اوكس واورنج. طيب الحالة الثانية excellent between two consonants بين حرفين وما فيش في الآخر اي زي ايه؟ fox. يبقى انطقها بص ازاي؟ اه مش هقول فوكس، هقول fox. lug fox lug rud. بص الار rud. Yes, good job. Oh, دي short O. Ox, log, rod, fox. جميل. طب يلا آخر حاجة. Short U, صوتها آه آه. Short U, صوتها آه آه. زي الحالة الأولى للشورت U. إن اليو تكون فين يا حود؟ Excellent. برافو يا حود. يو تبقى في اول الكلمه وبعدها حرف ساكن ومفيش في الاخر اي زي ايه؟ اب اب قدام ايه؟ يبقى بنطق اه اه اب. الشمسيه اسمها ايه؟ امبريلا امبريلا، يبقى بنطق اليو ايه؟ اه اه امبريلا. جميل. الحاله الثانيه، طب ماشي انت قلتي مره صح؟ طب قولي بقى. الله شبه بعض كده ليه؟ excellent between two consonants وما فيش في الآخر اي، بين حرفين ساكنين وما فيش في الآخر اي زي ايه؟ sun. انت بتبص تشوفها شبهك ولا لا؟ sun jug التسريحة يمكن. sun jug hug. يا سن شمس وجج اللي هو البريق ده، وهج يعني يحضن او حضن. ها
هج. ماشي يا عم الهج. اب هج. سن جج. تيجي نقرا الجمله دي كده باللينكينج. مين يقراها لي قبل انا ما اقولها ويعملها في بعضها كده؟ ماشي يا موزه. في تقطيع. حلو قوي. The sun is up. بص وصلت مين؟ وصلت ادي the sun كده كده متوصل. ال N وال I بقت the sun is. مش the sun is. اقول the sun is. والزه دي وصلتها في ال U. يبقى the sun is up. The sun is up. جميل. كلام حلو جميل. يبقى تعالى كده نراجع مع بعض ونقول ايه. اخدنا شورت اي صوتها صوتها شورت اي صوتها شورت اي صوتها ايه صوتها ايه صوتها ايه شورت اي صوتها اي صوتها اي شورت او صوتها او مش او او ده او دي هتبقى في الصوت الطويل لكن دي اسمها اه. قلت اكس فاكس اه. ماشي. شورت او صوتها اه صوتها اه. شورت يو صوتها اه. شورت يو صوتها اه. نعمل لك زي العيال الصغيره وانا بقول له واتس ذا ساوند اوف اي اه واتس ذا ساوند اوف اي واتس ذا ساوند اوف اي ايه ايه واتس ذا ساوند اوف اي ايه ايه واتس ذا ساوند اوف اي 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 واتس ذا ساوند اوف اي واتس ذا ساوند اوف او اه اه واتس ذا ساوند اوف يو اه اه واتس ذا ساوند اوف يو اه اه اي 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 او يو اي 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 او يو تترابتا تتتو. بص يا نجم. شورت فاولز هيقولوا لنا ايه قبل ما we are the vowels. بص القمر دي. ما هو مش بتاع. بص هو الكلام ده مش بتاع عيال صغيره بس يعني. ده بص بيعلمني النطق الصح مش حكايه ان هو يعني ده بتاع بيبي. ما هو الحاجات دي في ناس كتير ما كانتش عارفاها. ناس كتير الاقي نفسي بقى قدامي كلمه سات وناس بتقول سيت. الاقي واحد بيقول لي على البيضه ايج وهي اسمها ايج. بندرس صح. اسمع الاصوات كده. Yeah.
رايقة والناس الحلوة زايقة. بص يا معلم تعالى نقرا كده ال نقرا باللينكين كده الجمل اللي عندنا دي كده. A man with a van is at the dam. اقرا كده. A man with a van is at the dam. بص he has the ال H بتشيلها وتقول he is. He is a fan. He is a fan. I can and I am and I am. A man with a van is at the dam. He is a fan. I can and I am. The ants. طبعا دي بنقولها ذي لما يكون بعدها حرف متحرك vowel صوت متحرك. فهنا أقول the ants. The ants want the yam. بص التي كلها بقى لما تلاقي حرف ساكن وبعديه ساكن قول كل الحرف التي ده. The ants want the yam. The man puts jam on the yam for the ants. انا بقول on بقى ولا on. ان متقولش اون خالص. ان قلنا الاو في اول الكلمه وبعديها ساكن تبقى اه. ان ذا مان بوتس جام اون ذا يام. ذا مان بوتس جام اون ذا يام. بص لما تنطق حرف الجي لازم تحط له دي في بقك كده ما تقولش جام وجامب لا جام. يس ذا مان بوتس جام اون ذا يام. لو قلتها كلها على بعضها تقول the man puts jam on the yam. For the ants. جميل جدا. طب تيجي نقرا بتاعت الاي كده في الايه. بص كده. My pet hen. مش هقول my pet hen بقى. My pet hen. بص الار red. The red hen is wet. عندي red و hen و wet كلهم فيهم short e. The red hen is wet. The red hen is wet. Oh no. Oh no. My pet hen is in bed. 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 Yes جميل. بطلي تخبيط يا بنتي. We go to the vet. We go to the vet. اسمهاش go. Go. We go to the vet. To دي بقولها ت. صغننة كده. We go to the vet. We go to the vet. Yes. My hen قلت has و have تشيل منهم ال H فتقول my hen has. My hen has. My hen has 10 eggs. 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 Yes. تعال نقرا الاي. قلنا الاي صوتها يا شباب بقى في الشورت ايه يبقى تقول ذا كيد. هي دي اللي بتتكسر جامد. ذا كيد كان يوز انك. بيقدر يستخدم انك اللي هو الايه؟ الحبر. ذا كيد كان يوز انك. He can open a lid. He can open a lid. He can open a lid. Yes. He can sip and zip. 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 This kid, بص this و kid و bib. This kid needs a bib. This kid needs a bib. يبقى عرفت الاي هي اللي مكسوره ايه. اوكي شوف الاو. اه اه بوت كات هات فوكس. ذا فوكس. ذا فوكس.
The fox has. The fox has. الله مش has, مش قلنا نشيل الـ A, الـ H. The fox has a hot pot. The fox has a hot pot. He stands on. He stands on. يبقى نكملها باللينكينج بقى, تقول he stands on a log. He stands on a log. And uses a rod. Rod اللي هي السنارة دي. He stands on a log, واقف على جزء خشب. And uses a rod, وبيستخدم سنارة. The fish hops. It doesn't like, doesn't, to don't, to didn't. تنطقش التي. It doesn't like, ايه شفت, it doesn't like, it doesn't like the rod. It doesn't like the rod. The fox hops. The fox hops. Can I say the fox hoops? The fox hoops. Can I say the fox hoops? No. No. Can I say the fox hops? Yeah. Yes. The fox hops too. The fox hops too. He gets wet. Yes, فضل اليو, وقلت صوتها اه, قلت صوتها ايه؟ اه. The mud. Do you know what the meaning of the mud? Mud. What the meaning of the mud? اه الطين او الوحل. Mud اسمه ايه؟ mud. The mud. There is some mud. There is some mud. The mud is sad. The mud is sad. A pop ولا poop? Pop. عشان اليو اه اه اي. A pop digs in the mud. A pop دي اختصار لبوبي. تمام؟ كلب صغير. A pop digs in the mud. A pop digs in the mud. بيحفر في الوحل في الطين. A bug puts a pit in the mud. A bug puts a pit in the mud. The sun comes up. It is a bud. It is a bud. Now the mud is happy. Now the mud is happy. بعرفت أصوات الـ A, الـ short vowels, الـ A صوتها A, الـ E, A, الـ I, E, الـ O, O, الـ U, A, الـ U, A. اوكي ده الايه الفونكس بتاعتنا. هنشرح بقى الجرامر على البورد.